عسلامة عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة وانتم تتفرجوا فيا اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اليوم حبيت نخرج بكم شوية، برغم عندي روتين لبنات مصورته نورمال ما يهبط لكم اليوم، اما قلت لا خليني هيك نصور معاكم خرجة وقعيدة مع ما حصيلو. المرة اللي فاتت صورت لكم في السوق متاع نهار الخميس، عجبكم على الاخر، قلت اي خليني نجيكم بالفيديو هذايا. مشيت هزيت عندي كولي هزيته باش نصوره معاكم ونكتشفوه مع بعضنا، حسيرو خليه الفيديو هكا يمشي، ما يعني ما كما نقولوا ما تزابيوش الفيديو، راهو فيه برشا حاجات محلاهم والجو اللي تحبوه بعيد على الدار والروتين وكل. حصير اني اليوم نهار الخميس قمت الصباح، مشيت الفريب، عملت غطسه في الفريب البنات محلاها، الواحد يتفرهد اقسم بالله نتفرهد كي نمشي هكا نعمل غطسه في الفريب، وخاصه كي تلقى فريب محلاه يعني فيه ما تشري، عرفتوا فيه ما يتشري. عملت غلطه حصيله، صبحيه كامله عديتها في الفريب، روحت دوبة ما فطرت، وبعد لهني رجعت بحذا ما خاطر ما طيبت لي معناه الفطور معاها، واني ما في باليش، قالت لي لا لازم تجي تهز فطورك وتتعشاه تفطر، المهم تخليهوليش. وليت بعد ما روحت من مسعدين، عاودت رجعت المسعدين، قالت لي ما هيمشي معايا للسوق مره اخرى، لهذه مره ثانيه نمشي للسوق خاطر ما باش تقضي قضيات هي. قلت لها هي تنمشيو مع بعضنا اكها، وجينا لهني. المره اللي فاتت عجبتكم الجوله، هي قلت خليني نعاود معاكم جوله اخرى، اليوم ما جابوا برشا حاجات جدد. هذايا البنات صورت فيه المرة اللي فات، حصيل وقالي جاوني برشا متابعين يلوجوا عليا ويلوجوا على كل الحاجات اللي خديتهم انتي. اني الحق رجعت له، حبيت ناخذ كل المحابس نتاع الورد خاطر كل شيء بدينار لهني البنات يبيع فيه، حبيت على كل المحابس نتاع الورد اللي خديتهم المره اللي فاتت. راجلي قال لي كان مشيت مره جايه خذ منهم برشا معناه للتيراس خاطر ناويين نزرعوا برشا حاجات اخرين، عاد الحق ما لقيتش. لقيت جايب هذوما كل، عرفتوا البنات يمشيو كل بوباله يعني حاشاكم، باش نحطها في بيت الاولاد خاطر كيما تعرفوا معناها بيت الاولاد ديما فيها هاو مشوار هاو راق، على الاقل خديتها لهم فرحوا بها على الاخر، حطوها في بيتهم هاكا كي يلقاو معناها كي تبدا عندهم ورقه ولا حاجه هكا يلوحها فيها. لقيت هذوكم اكل خديت منهم اني للبطاطا وللبصل، وخديت منهم زيد نظم فيهم لك في الكلاص. لقيت جايب برشا الوان اخرين حصيلو محلاهم، قال لي هذوما اكثر حاجات يتخطفولي خاطر برشا ديجا متابعين، وفما برشا قالوا لي يعطينا نمرو، راني والله العظيم نسيت البنات اصلا جاتني رزينة اني يقولوا اعطيني نمرو، راه فما شكون يحب على نمروك ما نعرفش، جاتني رزينة بصراحة اصلا نسيت شكون. فما متابعة قالت لي سيرين اعطيني نمرو نحب نولي ناخو من عنده، الحق نسيت يعني كانت نجم تبعث لي ميساج، وتو نقول لما ديجا ما ديما تشوفه يعني ينصب مش كان هالخميس، تو نعطيه معناها الفيسبوك متاعك ولا ما نعرفش كيفاش يعني، الحق جاتني رزينة شوية يعني. كهو لهني البنات تعدينا ما باش تاخو شكاكل متاع تبش، ما ديما يعجبولها شكاكل هذو ملوح، والحق ما باهين يعني عندي نوعية زادة ناخو فيهم من بحذا داري بصراحة يعني عندهم سنين توا ما يتكسروش، يضيعوا ما يتكسروش ام يضيعوا. كنت حب نوريهم لكم البنات تاخذوا منهم خاطر احنا الواحد تعقد من الشكاكل نتاع التبش دي ما يتكسروا. لاني لقيت محلاه عجبني هذايا السلمى، قالي ب 35، عجبني على الاخر، قلت ان شاء الله مره جايه ناخذه له خاطر اني ما يعني ما في باليش اني باش نرجع للسوق مره اخرى. وكا وقينا لهني هيك معرض متاع فخار، حصير ريت المعرض معرض ما شاء الله فخار على كل لون وكل شيء على دينار، الكيسان على دينار، اللصحنة على دينار، بصراحة والله ربي يعينهم خاطر بالنسبة لي نشوف فيهم يعني أسوام معقولة على الأخر، صحن بدينار وصحونة مزيانين وغارقين وكل، والله البنات اللي فيهم حتى ديفو يعني ما مشك الديفو يعني فيهم ديفوات ولا حاجة. هذوما المهنيكة بدينار والاخرين ب 1200 صراحة يهبلوا، هذوما ب 1200 الكيسان واللصحنة عجبوني برشا انواع متاع اصحنة، ان شاء الله نرجع ناخو منهم حتى متاع كل يوم، عرفتوا حتى متاع كل يوم تستعملهم. اني عندي فخار برشا
اما تعرفوا ديما يعني ديما يتكسروا الماعون. هاكا قلت ناخو هكا 6 أصحن عجبوني نوعية نوريه لكم. اول مرة نشوف منهم ناخوهم حتى متاع كل يوم. اما الحق اني اليوم ما خديتش، يعني ان شاء الله ناويه ناخو. اني ديجا ناخو، انا ناويه على السيرفيس كامل، فخار كامل اللي عرفتوهم كيما كل خديتهم وقتها كدو لحماتي والما والحناتي كالزرق المزيانين هكوما التونسيه معناها. كل الزرق حاب عليهم. ان شاء الله رمضان السنين عمناو ما خديتش معون، ان شاء الله رمضان السنين ناخو سيرفيس فخار كمزيان، يبدا محلاه كتونسي وكل هذاك. علاش ما حبيتش ناخو اني اليوم؟ ما حابة على سيرفيس ان شاء الله قبل رمضان ناخو واحد حسيلو. لقيت هذوما كيسين، واني عندي مشكلة في الكيسين متاع الحليب، في صعب يتكسروا متاع الصغار. خديت لهم زوز كيسين دينار بالحق، معناها بصراحة يعني رخاص على الاخر. وليت خديت زوز زرق السالم وانس، وواحد وردي السلمة، وخديت زوز اخرين يعني ليا والشكري. كي قلت هاك عندي كل يعني عندي الكيسان المزيانين وتابعين سريبس، والكيسان كل كيس وحده مزينته في الركن القهوه وكل. اما قلت مثالش ناخو واحد متاع كل يوم، عنده صحافي متاع شربه برشا زيد على دينار. بصراحه والله العظيم افار افار، ما فما حد يجي يوقف وما يشريش، ما فما حد يعني ما غير ما تشعر تاخو. اني عجبوني هذم البنات، تحسهم دورين محلاهم، وفما كيفهم في الاخضر في الهكا في البلو ولا اخضر هاوك، اذوكم عجبوني الاخضر حتى ذوما مزيانين محلاهم. حسيلو عنده برشا حاجات والله، ان شاء الله ربي يعين وربي يبارك له. هذاي البنات في سوق الخميس اللي في مساعدين اللي يحب ياخو، نتصوروا اني مش قاعد ينصب معناها، خاطر ديما هكاك يعني قبل رمضان ديما يجي. وانا عجبوني هكوما كل نوري فيهم المال مستخضر، هو عرفتهم مدورين عجبوني على الاخر. ديجا ما فهمش منه برشا كعب ظهر لي تشريه، يعني ان شاء الله مره جايه قلت لهم ما تنجي ونشبع فخار. توا خاطر الحق ما عملتش حساباتي جمله، فما هذوما زيد نتاع شربه محليهم زيد نجمو حتى عرفتكم حتى نتاع كل يوم واحد ياخذهم. اني خاصه ديما نطيب شربه، ومتاع شربه ما عنديش برشا الصحافي. حبيت ناخد زوز كيسين ليا والشكري، عجبوني هذوما تحسهم في الجري. هي قلت ناخذ هذوما وكهو، خاطر ما حبيتش في الروج ما حبيتش في الابيض، هي برا قلت ناخذ هذوما نتاع كيت كات كهو. خديت زوز كيسين وكهو ما شاء الله حصيله، يعني كما قلت لكم كل معرض اصلا. فما برشا حاجات اخرين، ما ان شاء الله مرة اخرى كيف نجي ناخو نصور لكم مع بالباهي. وكهو تعدينا لهني باش نقضي، باش تاخو معاه شوية خضرة. هوكا حبيت اني نصور لكم السوق، خاطر فما برشا ديما تعليقات في خاصة في الباج عندي، بربي ديما صورنا الاسواق، بربي ديما صورنا الشوارع، خاصة اللي يعيشوا البرة اللي يقدم لكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة. وتقريبا من اغلبية المتابعين يعني اللي تلقاهم في القنوات الروتين تلقاهم يعيشوا البرة هيك، يحبوا يشوفوا التفاصيل متاع، يشوفوا تونس، يشوفوا اجواء تونس، يشموا ريحة تونس من الفيديوهات. اكتبوا لي لطف في التعليقات شكون يعيش البرة وشكون يحب الفيديوهات هذوما متاع يعني الخرجة لدار بابا ولا السوق والأسواق والمرشي وكل الشوارع متاعنا. بالحق إن شاء الله ربي يرد غربتكم يا ربي، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله كل واحدة تتمنى أنها تروح لبلادها ولا تعيش هيك أيامات مع عائلتها. إن شاء الله ربي يحقق اللي في بالك، وإن شاء الله تكونوا كل في صحة وخير يا ربي ونعمة، وما نسمع عليكم كل الاخبار الطيبه. وربي يرحم كل اميمه وكل واحده امها متوفيه وابوها متوفي، ان شاء الله ربي يرحمهم يا ربي، وان شاء الله ربي يصبركم على قد محبتكم على قد محبتكم ليهم. اكه وعملنا دوره حصيله في السوق، هذه الدوره الثانيه، يعني جيت الصباح ورجعت توا قضيت شويه قضيت معناها ملهني هيك وكه. ولهني روحنا البنات حصيله ما عملت لنا قهوه هكا الواحد هكا عرفت كاو لازم نقاوة عشية بالرغم روتار، اما عملناها
حطينا شوية دقلة ملي شريناها، بصراحة محلاها بلفين الدقلة والله رخيصة على الاخر. وكهو بنتيجة ونوريكم توا شنو اخذينا، شنو وصلني الكولي اللي شفتوه في اول الفيديو. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، واني تنحط لكم المعطيات الكل في تعليق مثبت اللوطة. انا جيناكم بركشتنا وجونا حسيلو، كما شفتوا الجولة صغيرة اللي في السوق، قعدوا في مخنا احنا الفخار اللي تحسوا افرح بخور، وهذا الله زايد على بخور نتاع الحج بخور هذا خربان. ايه هذه اللي كتبت هي عملتها البارح هذي. ما تبتوها هاك علاش قالت لي ايجا هي وريت شلا غالب عم تفضلت خلي تاني بس الدنيا البارح باردة نتفرج على الماتش والله العظيم البارح مش نرمال بصراحة نهار ما تنساش محلاه والله. انا كنت مانيش نتبع الحقيقة، كل ما نتبع نحس روحي متقلقة. يا اخي شكري بعث لي ميساج قال رام هتفوا، بعد يقول لي ليه ما تحسبش، بعد يقول لي هو هتفوا، اي قلت والله بالحق دمت هو اني تو ما نتبعش كرة وتونس وهدرا نتبع كاولي تحدث نتفرج هما مالكي وين نتغشش هما يتنحى وين ينفى وين والله العظيم. وبعد مشينا للحي عاملين هذي الناس كل صغار كبار بالبيجاما والله خرجت صغار وشاف تفرجوا نتفرجوا طبار ويطبلوا كل شيء وش علينا ربحنا ما مثال شكل الفرحة هي باهية حتى كي روحوا هكا فرحانين. شنو وريكم البنات هذايا كولي وصلني خل بعد شوي البخور اصلا هذا بنت تولي مضبة كولي وصلني البنات باش نكتشفوه مع بعضنا، والله ما نعرف حتى شنو فيه ولا يعني مع بعضنا باش نحلو ونكتشفوا مع بعضنا العظيم. جو الشتاء واحد الطفي والركشص والله لا تصيب حتى شيء، لقيت الله ما مازلنا قايلين غزال بكري توا بالحق غزال بكري الحمد لله يا ربي ربي توا يرحمنا بمثيرها حلو مع بعضنا. نقول لكم البنات هذايا الساعة الكولي من عند شكون جاني، الكولي هذايا جاني من عند سوسن وسناء عملوا بوكس. شو تحب انت معناها يعني مثال البنات عندك مثال صح عيد ميلاد خطيبك ولا عيد ميلاد مثال امك ابوك حاجه تكلمهم تقول لهم مثال يحضروا لكم بوكس مثال انت قداش تحب يعني السوم، فما من 10000 ل 100000 انت وقداش تحب السوم، يعني تقول لهم اني حاشي بوكس ب 10000 مثال يحضروا لك بوكس كما نقولوا ب 10000 ويبعثوا لك الادريس اللي انت تحب عليها ولا اللي هو كما مثال عندك عيد مثل عيد امهات ولا عيد راجلك ولا فهمتوا عيد ميلاد اختك صاحبتك وكل تقول لها حضر لي بوكس مثال انت تبدا ما تعرفش شنو تاخذ بالضبط معناها خطيبك فهمتوا ما نعرفوش شنو نشريه، وساعات واحد يحير كي باش يجي يهدي حاجه يحير قول لهم اعطي معناها نحب تحضروا لي معناها كده شوفوا معايا عزب هذي اشني اول حاجة اني حليتها الله يستوش محلي بورتكلي بورتكلي ولا تاع بورتكلي ستوش دونات هذي دونت محلاها والله مزينة بي هذه أول حاجة موجودة هنا وي وي ستوش آخر محلاها جبر يعني شفتوا البنات يخدموا لكم حاجة يعني انتم تقولوا لهم كيما نقولوا باش تخدموا لا يهبل يهبل بالحق مزيان مزيان على الاخر وين ستوش يعني مش النحية اللي فيه نحطوني يهبل 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 هذا كولورو مزيان رجع فيها هذوما محليهم والله العظيم كي تبدا تكتشف في كادو ولا حاجه شعور محلي خاصة كي تبدا ما تعرفوش شنو فيه وفي برشا حاجات هكا محليهم اللي باش ياخذ البيت كولي كيما هيك حتى
التوصيل بليش يعني ما غير ما تخلص حق التوصيل. باه ذي بكره وهي عيني عليها وحليها ذي ما تشد وحليها والله. هذه نحتاجها مش نرمى عرفتك الا تحطها هيك تلبس باش تعمل ماسك ولا تغسل وجهك الصباح تحطها في بيت البال عرفت صحيح تشد بها شعرك هيك هذه كانت نادين المتابع نادين عندها كعبه ظهر شوفها نادين عندها بابيون مش كيما هيك اسمعي الاخرى حاجه عاديه وبر تحب الاسكيت نعمل لك كريم وكل شيء الصباح محتاجه والله تهب عيشك بالحاجه تقولش قاريني افكاري هذه زيادة هذه تغسل بها الوجه محلاها تغسل بها هذه تعمل بها قماش وتغسل بها مثل تحط فيها الجيل وتغسل بها تغسلوا بها هذه دشنا مع بعضنا هذه ما في بالك يباع فيها بالمترو نعم باش هكا مثال هكا الكادوات الحاجة ابار الكادوات هكا حتى فما فما شكون ياخذها هكا باش ينحي بها ستريس يقتلو صلي على النبي يعطيك الصحة يا بنيتي الا مين في وسطهم هبل عزها معزها معزها هبل هذه متاع حواجب هذه متاع معناها والله هذوما ما احتاجت لهم على الاخر خاطر ضاعوا لي الكل ضاعوا لي تقولش قارين لي افكاري محلاها 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 كيفاش معناها عرفتك الموتيف اللي في وسطهم تهبل باهي هذه هيك تاع فونديتان ولا تجاني متاعي تعرف كسل مش على متى قصدت تاكل فيها والله يعني عم تبيتها ما عادش تدخل البيت يا ذيب الحق بدنا نحتاجها باهية والله شوف يا عيني نعم الروتين مع بعضنا والله العظيم والله يا سوسن وسانية تقولش قاريني افكاري شنو اني نحب شوف هذه واحده كامله تاع ضايلين تاع ظوافر تجي بعد نادين قلت لها لي بظوافري تاع ظوافر نتاع الساقين نتاع ساقين هذه تعمل بها الساقين ساقين هون نتاع ظوافر وهذه نتاع ظوافر اكبر هو على ما تحطهم هكا مثال بين في بالي بين ساقيك باش عرفتك بعد هكا الساقين نتاع الظوافر وضع كوبون شوفوا موزه احلاهم يهبلوا هي اصلا في حد ذاتها الفكره انك هكا تعمل باك تعمل هكا حاجه وتبدا تحل فيها بالحاجه بحاجه ما عزها عرفت تنجم تعملها حتى لروحك اما مثلا نبدا اني يعني ما عنديش شكون يدي لي نقول لها يا سوس نحضر لي بوكس هكا معاش ب 10000 ب 20000 و عرفت نبدا نحل هيك وكل متعة انك تبدا تحل وتشوف شنو فما حسب رايك شنو فماني برسلي اش بلالتو شركة يقتلو يقتلو دوما مش نعطيهم لسلمى برسلي هذي برسلي ظهرلي فينو 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 نهبلو ديما تحب نادين نادين تحب حاجات هكا توا كان دراهم والله الصحة ربي يزيدها من زيادة ان شاء الله ربي يعينهم وربي كل شيء كل شيء مزيان كل شيء مزيان عرفت كي انت باش تقولها باش تقول اخدم لي تبدا عاتيه عاتيه معناها ثقه في ذوقهم هذه بارفان باينه يعني بارفان خلينا نشوف البارفان وينك يا نادين وينك باش تستمتع معايا بالمفاجأة محلاها الشعور تبدا تحل وتكتشف محلاها والله هذي اسكندا ايه تهب معرفها هذي تهبل
اسكندريه معروفه هذه. لا تاع راهو الصدام ايش نقول نادين رضا احلى عيشكم محلاها ومحلى ذوقكم بالحق مش نورمال. زوز ماسكويت مع السم محلى بنعملوهم مع بعض زاد في روتين حاصيل وجو مش نورمال. نهز البوكس هذايا نقعد بيكم في بيتي وحنا ترونكيل عجبني السوشيال والله. حتى نكلم قال سوس حط لي بوكس لما بوكس في عيش في عيش بي لهداتك في عيش نادين ما ونادين نعد ولادهم تقضي في نفس النهار. تقولها يا سناء ولا يا سوس حضر لي بوكس. شفتوا محلاهم بسكويت هذوما ديجا قبل نستعمل فيهم اني يجيبوهم من برا هما ديجا ريحه الفرفان تعقد هبل 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 اللي باش يكلموهم البنات يقولوا لها جيناكم لعند يوميات ام تونسيه التوصيل الى كامل تراب الجمهوريه معناها وين انت توصلك والتوصيل بلاش. يعني اذا خذيت البوكس هذايا كيما هكا يعني التوصيل راهو بلاش ما تدفع ليه حتى فرنك معناها يا لالا التوصيل اللي باش يقولها البوكس معناها من عند سيرينا. هذه معناها اني حبيت زاد نفرحكم به قلت المتابعين على الاقل تبدا فما حاجه هيك اليوم ما يدفعوش حق التوصيل هاكا البوكس هذايا هاكا هو بالحق محلاه يهبل والله ربي يعينكم ان شاء الله كل حاجه احسن من الاخرى والمتعه انك تبدا تهز وتكتشف عرفتوا والله المتعه كامل من غير ايش عندي اظوافر الوجه مكياج سلسله ستوش تتحضر عرفت استوش اللي استوش يعني ما تدعلي لي هذا استوش يفتر فيه فلوسي و لا تنمد لك استوش تو ما قدم لك استوش الفرفان زادة تهبل فرفان اني ديجا هي اللمبلاج بتاعها برك يعجبني تاع الاسكندر يعني تعجبني بالحق يعطيها صحة بحق عايشكم على الفرحه هذه والله العظيم تدايك شوفي حاله جي انتي محلاها صحه وفرحه ان شاء الله يكون في استوش فيه بركه ان شاء الله توصل تدخل معاش تخرج ان شاء الله تكون فيه بركه تدخل معاش تخرج عندي استوش اللي بابا شريهولي من بلا وقتاش مشيت من تركيا بابا عندوش 6 سنين عنده لتو نستعمل فيه ولتو اللي شريت حتى ستوش زيد لا ما شريت حتى ستوش هو حتى ضي جاني كادو وقتها مزيان حتى ضي عطاه لي كادو مزيان مش شريت حتى ستوش لحد الان بيب تقطع لي في وين هي خد بالك تعرف الكهرباء تو خذيت بها ضي تقطع لي في الكهرباء المولى اللي حطيت ليش انا هي هذه هي هي خبيها خليها انت ما فيش توش انت تاخذ تعريف في كل ليت وقت ضاعوا لي ستوش تعريف في كان الحمد لله لقيته ما شاء الله لاني عارفه كيف ضاع وكيف لقيته الحمد لله جيت كاتب بنكين تاع مش احمد جينا دين توا باش تهز عينيها تشتغل مزيان شوفي احلاهم هما كلهم كل حاجة ازي من نقطة والله احلاهم احلاهم عايشك يا سوسن عايشك يا سناء اوكي البنات انا حاط لكم التليفون نتاعهم ونحط لكم اسم نحط لكم الانستغرام نتاعهم هيك ان شاء الله نشوفكم من المعروفين يعني في تونس يخدموا هكا البوكس هذوما وان شاء الله ربي يعينكم ربي وربي يرزقكم ان شاء الله تو
بالنسبة معنا للي يحب ياخو كما قلت لكم نفس البوكس هاو كان حط لكم النور متاحهم والانستغرام متاحهم وكل شيء. برفا مش عملت لك اني ما هبت مش فشت منها فوح ريحتك. هو في بيت البرفان ما تعمل في بدنك مش في البش باش كي تبدا انت معناها حتى كي تتحرك ولا تعرف تبدا ريحتك تبدا ريحتك انت الفوح مش ريحه دبشك تبدا ريحتك البرفان باش هو اللي لازم البرفان معناها في بلايص في بدنك مثل في اليد ولا هكا في رقبتك باش حتى كي مثل تعرق ولا حاجه تبدا انت ريحتك فاوحه مش مش تبش ريحتك رائعه بالحق زي بالحق البرفان روحي قبل البرفان دبشي ما دام البرفان اني روحي ربي يفرحهم ليش هم نبارك فيهم ونخليهم حب تنحي شوية سريف والله على كتعب انا تعبت دواني ليه وموني نقعد ياخد نحي نحي الغش بتاعك والله عندي سريف ضايع والله العظيم نوصل بكم لاخر فيديو ان شاء الله الفيديو اليوم عجبكم بوسه كبيره ليكم والناس الكل وعلى خير ان شاء الله.